سعادة السفير، أولا كل سنة طيبين. عايزين نتعرف حضرتك على العيد الوطني لبولندا، الذكرى والمناسبة. ثانيا العلاقة بين مصر وبولندا إلى أي مدى وصلت؟ نتحدث أولا عن ذكرى احتفال بالعيد الوطني لدولة بولندا. احنا عيد الوطن البولندي نحتفل فيه بذكرى اول دستور بولندي اللي تم اعلان عنه في سنة 1791، يعني اكثر من 200 سنة. هذا الدستور ونحن فخورون به كان أول دستور في أوروبا وثاني دستور في العالم بعد دستور أمريكي. إن شاء الله. ففي الحقيقة في أوقات الحديثة نشير بأنه جذور الديمقراطية ومبادئ الديمقراطية في بلادنا عميقة جدا، لأنه يعود تاريخها إلى أكثر من 200 سنة. هذا هو سبب لنحتفل بعيد الوطني. اما سؤالك الثاني عن العلاقات بين مصر وبولندا، والله هي علاقات طيبه وايضا طويله ولها تقاليد ولها الكثير من الاحداث. ابدا من ايضا ذكر تاريخ مصر كان من أوائل الدول خارج أوروبا أقمنا معها علاقات الدبلوماسية بعد إعادة الاستقلال البولندا بعد حرب العالمية الأولى. فإقامة العلاقات الثنائية تم في سنة 1927. منذ ذلك الحين هناك عديد من الأحداث التاريخية سواء في مجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره، حتى نصل إلى الفترة الأخيرة، فترة بعد التحولات الجذرية في بولندا اللي تمت في سنة 89 و90، عندما انتهى الفترة نظام الشيوعي في بولندا وسياسيا ونظام التخطيط المركزي اقتصاديا. أصبحنا دولة ليس فقط ذات سيادة كاملة، لكن أيضا دولة متعددة الأحزاب، دولة مع ديمقراطية برلمانية، ودولة في مجال الاقتصادي تتابر مبادئ السوق الحر. فهناك بطبيعة الحال تغيرت النموذج علاقات خاصة اقتصادية. سابقا كان عندنا هناك شركاتنا الكبيرة شركات القطاع العام اللي كانت تتعامل مع مصر. بعد التغيرات الاقتصادية في بولندا وخاصة بعد الخصخصة وانهيار كثير من الشركات قطاع العام، علينا أن نتابع النموذج الجديد. هو تعاون مباشر بين الشركات البولندية والمصرية. إلى حد الآن هذا تعاون ماضي قدما لا بأس به بالنتائج تبادل تجاري، لكن ما خرجنا عن نطاق تبادل تجاري، وهو أبسط تعاون اقتصادي. من أحلامي أن يكون هناك نصل إلى المستوى أعلى شوية وهو joint venture، يعني هناك ضروري أن نقوم بخطوات المشتركة في تعاون بين شركتنا وشركة المصرية.